تفضل. يعني مواطن مدينة هرقلة، مطالبنا موحدة هي نعمل مستشفى معناها لهنا، ونعمل تحشيب الملعب الرياضي وترميم دار الثقافة وسيارة الأسعار. مطالبنا موحدة، دونك عندنا برشا وعود زائفة، لازمنا معناها نتخطاو المرحلة هذه ونشوفوا الفعل اللي هو سير تيران. أعطيني أخويا المستشفى، أعطيني الملعب معشب، نحب الرابعينية، مش كل وعود زائفة. نطالب من السلطات المحلية والسلطات المعنية بالأمر إنها تنظر في الموضوع نظر معناها حاد جدي بيان حاد، خطر بالحق يئسنا في هرقلة. كنا راقدين، حبنا كنا نتحركوا. لازم هاني اليوم مواطن عادي يجي اليوم باش نوصل صوت، باش نوصل باسم الهرقلية الكل، خاطر نهار آخر ولادنا ولادنا يقولوا على الأقل هما فما فئة من الشباب في وقت كان معناها دافعت علينا. وهذا نحب نقول اللي هرقلة منطقة سياحية ويجوها من بلايس الكل والناس الكل تعرفها، وهي معناها كما نقولوا نحن منطقة تستقطب معناها عديد من السياح التونسيين والأجانب. زاد أحلى هرقلة. تفضل. هاي هنتكلموا. أنا اسمع المقصة لك ليه؟ ربي في المباشر. ما نحبش نقول نداء استغاثة، أما مساج نداء للسيد رئيس الجمهورية بجاه ربي ملف هرقلة، أمانة عندك. بجاه ربي سيد رئيس الجمهورية. رانا طالع هذه حقوق، رانا ماناش نطلب. بجاه ربي نحبوا ملف نتاع هرقلة تحت إيدك. تجي تتفقد هرقلة، تجي عندك شعب في هرقلة إجا تفقده، وعندك بلاصة اسمها هرقلة في تونس، إجا تفقدها، ما عندنا حتى شيء في هرقلة. إجا دعم كلامنا، إجا دعم المسؤولين معانا، إجا حارب معانا. رانا نطلبوا في حقوق، ماناش نطلبوا. من الوعود الزائفة. هي الزينة، 30 عام ما عندناش أمبيلونس في هرقلة سيد الرئيس. 30 عام، يقول أنا عمري توا 35 عام. لا عمري أول مرة نعمل احتجاج في هرقلة. أول مرة في التاريخ نعمل احتجاج في هرقلة، ترش عليه. خاطر سيدي الزين اللي يسكت في تونس تبركوا عليه. ما تعطيونا حق إلا ما لازم نعملوا هكاك زايد. فهمتني؟ جا ربي توصل نداء للسيد رئيس الجمهورية. أهي هرقلة أهي. شفت هرقلة؟ عنصر نسائي. موجودة ولاية سوسة. وحاجة أخرى. بربي هرقلة المسؤولية تحطوه في ولاية سوسة ما يتفقدش حتى مرة هرقلة، ترش عليه، خاطر عنده عائلات معينين وعنده حاجات معينين يذهب بهم. هرقلة آخر اهتماماته. يجي لهنا يصور على البحر ويروح. احنا ما طلبنا في هرقلة اول حاجه نحبوا امبولانس، راهو تصير كوارث في هرقلة وما لقاوش امبولانس. اللي يصيروا اكسيدون في هرقلة يتضرب كتير يقعد بالساعتين يستنى في امبولانس وشوف تخلطلوش. وقتاش تخلطلوش؟ تلقاوه ساي يمشي على روحه. ما طلبنا ثاني ليسي، رانا متمردين في الكيران ما بين سوسه ما بين سيدي بوعلي، مشاكل في الكيران على بعضها متكندتنا صغارنا. معناها اني نشوف من روحي اني كيفاش كنت قبل نقرا ونمشي ونجي كل حق عظيم صافي. قوم الستة ونص نخدم سبعة وربع كار من هرقلة، نوصل سبعة ونص لسوسة قبل الناس الكل، حتى نجي ثمانية باش ندخل إني نقرا، نخرج ستة متاع العشية، نستنى كار الستة وربع ستة ونص، نتلم بالطامة والعامة، نروح لهرقلة السبعة ونص، وقتاش باش نقرا إني؟ وقتاش باش نعدي دفاراتي؟ بالحق معناتها صغارنا متعذبين على الآخر، احنا ما طالبنا إنه فما أمبيلونس. مطالبنا مطالب حقوقية ما فيها حتى شيء.
جست معهد ثانوي وامبيلونس هكا الاحزاب كل انتخابات وكل موعد انتخابي يجيو يعطونا وعود زائفة انتخبونا عملونا كذا في الاخر ما نلقاو حتى شيء عندنا سنين هم يعطيو فينا في وعود زائفة مللنا من وعود زائفة بتاع امس امس نظرة نتائج للسلطات الجهوية والسلطات المحلية نظرة لمدينة هرقلة المجتمع المدني بكل لطف.